السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة تانية الترم التاني؟ ان شاء الله محاضرة النهاردة عن بايو كيمستري وان هنتكلم فيها عن الانزيمز والبروباتس بتاعة الانزيم. بعد ما خلصنا الحمد لله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمع بعدها ابدا، خلصنا البروتين بالفانكشن بالفيزيكال بالكيميكال بروباتس بالكلاسيفيكيشنز بالبروباتس بتاعته زي نعملها سيبريشن كل الحاجات والكلاسيفيكيشن وكل الحاجات اللي احنا خلصناها تبع البروتين. دلوقتي لازم ناخد اكزامبل على البروتين طبعا اللي هو الانزيم. الانزيم ده مين اكزامبل اوف بروتين، يعني كده كل الانزيمات ار انزيم بس مش كل الهرمونات ار انزيم زي ما نعرف بعدين. يبقى كل الانزيم از بروتين. اوكي طيب احنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الانزيم ان شاء الله باذن الله انتدكشن تو انزيم، وبعد كده بقى هنتكلم ازاي بيشتغل والبروبرتس بتاعته اند سو اون. بس هناخد الكلاسيفيكيشنز والنمنكلتشر وشويه هنت كده على ازاي بيشتغل اند سو اون. قبل ما نبدا حابه نقول دعاء المذاكره زي ما احنا متعودين. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا عليك يا الله. المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم عن انزيم بيولوجيك كده، ما اقول لك يعني ايه انزيم، ما تقول لي هو ايه الانزيم. لما نيجي نعمل ديفينيشن للانزيم انت افهم عشان تعرف يعني تعمل اكسبريشن باي يور واي باي يور ميثودز اي حاجه، يعني انت ازاي تعرف يعني ايه انزيم او تعمل ديفاين للانزيم. الانزيم هي عباره عن حاجه بيولوجيكال، حاجه بيولوجيكال يعني حاجه ليها علاقه بالبيولوجي، يعني حاجه داخل جسم الانسان ملهاش علاقه بره جسم الانسان. يعني مش فاهم حاجه دلوقتي، الانزيم هي زي الكاتاليست، ولكن ايه الفرق؟ What is the differentiations between the catalyst and the enzyme؟ The catalyst is اي catalyst بيعمل لك speeding up للenergy، speeding up للreaction، بيزود لك التفاعل، بيزود لك سرعة للتفاعل، يخليه يتفاعل بسرعة ولكن outside the body. ولكن ايه outside the body؟ يعني ايه outside the body؟ يعني خارج الجسم، مش ليه علاقه بالجسم من جوه الانسان. مش احنا قلنا البايوكيمستري ده dealing with the studying of the chemistry inside the body of organism؟ هي نفس الفكره بالظبط. الانزيم دي حاجه بيعمل لك speeding up للرياكشنز ولكن outside the ايه outside the body inside the body. اما الكاتاليست بتبقى outside the body، وده differentiation ما بين الاثنين. يعني بالصراحه انا بلف السلام، الانزيم هي حاجه biological chemical substance that is a speeding up the reaction inside the body. ماشي، يبقى هو انزيم is the biomolecule. bio يعني ليه علاقة بالبيولوجيكال، يعني داخل جسم الإنسان أو داخل أي جسم أورجانيزم عامة. that is speeding up الكيميكال reaction، زود لك الكيميكال أو البيوكيميكال reaction زي إيه الحاجات بقى اللي بتعمل مثلا حاجة ليها علاقة بالدايجيشن بتاعة الاستومك، الفود دايجيشن، كل الحاجات دي، الأمايليز، كل الحاجات اللي إحنا واخدينها الإنزيم، كل الحاجات اللي بتعمل تكسر جوه الجسم وهكذا، دي ليها علاقة بالإنزيم. يبقى الإنزيم أو biological activity بروتين ذات از اورسنسز ويزن ذا سيل، يعني هي بتصنع داخل الخلايا. ماشي، ذات اي زي اكسلريتد، يعني ايه اكسلريتد؟ يعني بيزودوا بيسرعوا. اول بايوكيميكال رياكشن، ماشي، ذات اي كيو ان ذا بايولوجيكال سيستم وزود ابييرنس ان ذا فاينل برودكت. يعني ايه؟ يعني تي زي ما رحت زي ما جيتي، كاتاليست تي زي ما رحت زي ما جيتي، انزيم تي زي ما رحت زي ما جيتي. يعني ايه؟ هي تخش تسرع التفاعل، بدل مثلا ما هو ياخد ساعه اللي هو التفاعل يحصل، لا ياخد مثلا نص ساعه، ياخد ربع ساعه، فتسرع التفاعل. ولكن هل الستراكشر او الانزيم بيحصل له اي حاجه، او بيحصل له ديستراكشن، او بيحصل له ديستروي، او بيحصل له لايزنج، اي حاجه من الحاجات دي؟ لا، ما بيحصلوش اي حاجه. الانزيم الستراكشر وكل حاجه فيه، البروباتز وكل حاجه ثابته، زي ما دخل زي ما خرج، هو حاجه بتصلح حاجه، بتظبط حاجه داخل جسم الانسان. سبحان الله سبحان الله سبحان الخالق بجد. واول ما يطلع يكون ملوش اي افكت خالص، يعني هو حاجه، يعني اول بالصلاه على النبي السلام، اول ما يخش مش هو بيسرع للتفاعل ولكن ملوش اي افكت، يعني هو مش بيتغير، مش بيتغير. طيب اوكي، يبقى عرفنا يعني ايه الانزيم. ممكن تكون مثلا زي دي ان ايه تحول ار ان ايه، انزيم يحوله لي كده، او انزيم يحول من ار ان ايه البروتين اند سو اون. خلاص جميل جدا. طيب بعد ما عرفنا الديفينيشن عايزين نعرف البروباتس. ما احنا بنستدي الحاجه لازم نعرف الديفينيشن، لازم نعرف البروباتس، لازم نعمل الكيميكال والفيزيكال بروباتس اند سو اون. طيب اول حاجه بالصوت انا بقى افضل صوتي والسلام، البروباتس بتاعت مين؟ بتاعت الانزيم. جميل جدا. الانزيم دوت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن 3 بروباتس كده، جنرال بروباتس للانزيم عامه جنرال. هي عباره عن بايولوجيكال كاتاليست، من اسمها كده بايولوجيكال، يعني ليها علاقه بالبيولوجي، يعني داخل جسم الانسان. ما احنا قلنا من الديفينيشن
ديفينيشن اصلا هو عباره عن حاجه بتعمل سبيدنج اب للرياكشن وبيكون هو بيولوجيكال سبستانس. ماشي. المهم دي حاجه بيولوجيكال كاتاليست، يعني هو كاتاليست داخل جسم الانسان بيسرع له التفاعل، وهو كل الانزيم ار بروتين. جميل. يبقى دي اول نقطه احنا عرفناها، يعني بيولوجيكال كاتاليست يعني حاجه بالصوت انا بقى ليه الصوت والسلام بيزود لي التفاعل وبيكون داخل جسم الانسان. طب جينيتيك اكسبريشن، يعني ايه جينيتيك اكسبريشن؟ جينيتيك اكسبريشن يعني ليها علاقه بالجينز. يعني ايه ليها علاقه بالجينز؟ يعني دلوقتي كل جينز، يعني عشان اكون بروتين، ما البروتين عباره عن ايه؟ ما احنا قلنا الانزيم عباره عن بروتين. جميل. والبروتين عباره عن مثلا ترانسكريبشنز او عباره عن روشته انت خدتها من الجين اكسبريشن. لما بقى نعمل، يعني لما نعمل ديبنس اكتر في الساينتست بتاع البايوكيمستري ونخش بقى على الدي ان اي والار ان اي والحاجات اللي الشبكات الكبيره الجامده ديت، يعني ان شاء الله باذن الرحمن ربنا يدينا الصحه وطول العمر والعافيه ان شاء الله باذن الله، دي بقى هتبدا تفهم ان كل جينز مسؤول عن انه يطلع لي بروتين سبيسيفيك. يعني كل جين هيحصل له ترانسكريبشنز ترجمه ان هو يطلع لي بروتين سبيسيفيك. يبقى زي ما احنا اتفقنا جينيتك اكسبريشن يعني ايه جينيتك اكسبريشن؟ يعني كل جين مثلا سيكونس معين عباره عن مثلا اي نيوكليوتايد، اي جينريشنز، يعني اي سيكونس معين من الامينو اسيد او اي سيكونس معين من الدي ان اي هيطلع لك اكسبريشن للجين للبروتين. البروتين ده سبيسيفيك خالص، يطلع لك سبيسيفيك انزيمز بيشتغل على حاجه معينه جدا. يبقى جينيتك اكسبريشن ده مهم جدا جدا للانزيم للفورميشن بتاع الانزيم. يبقى هو عباره عن جينيتك اكسبريشن، يعني هو جاي منين، بيتكون من مين، بيتكون من الدي ان اي لو بيحصل له ترانسكريبشن وترانسليشنز اند سو اون عن طريق الجين. واول حاجه اللي هو بيولوجيكال كاتاليست بيشتغل جوه الجسم. ماشي. تالت حاجه عندي بالصوت انا بلاقي في دوس عباره عن اكتيفيتي. يعني ايه الاكتيفيتي؟ الاكتيفيتي ديت يعني التاثير. يعني دلوقتي لو انا قلت لك هجيب لك كاتاليست وهجيب لك انزيم، مثلا انزيم زي الاميليز او مثلا زي البيبتيز، اي حاجه من الحاجات ديت، مثلا زي الاميليز. الاميليز ده اكتيفيتي بتاعته عاليه جدا 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 وسريع جدا 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 من اي كاتاليست جيت اشتغلت عليه من بره. احنا طبعا عارفين الاميليز ده الحاجه اللي في جوه الشوجر بتاع جوه السلايفا جلاند، يعني وكسر لك الشوجر اند سو اون. المهم ده بيكسر لك الاميلوز ايه شوجر. المهم ده سريع جدا، الاكتيفيتي بتاعته عاليه قوي. يبقى الاكتيفيتي بتاعت الانزيم بتبقى فاستر زان واكتر اكتيفيتي اكتر من 10 مرات من الكاتاليست العادي. والكاتاليست ده لو جبته من بره وجبت الانزيم بره هتلاقي الانزيم هو بيشتغل اسرع ويشتغل بسرعه وبمور افكتيف وكمان بيبقى مور سبيسيفيك. يعني كل انزيم، كل حاجه ليها انزيم سبيسيفيك انزيم. اما الكاتاليست ممكن يشتغل لك على حاجات كتيره جدا جدا جدا، لذلك الانزيم فيري امبورتنت جدا. طيب لو جيت بقى سالتك ازاي بيشتغل بعد ما عرفنا الديفينيشن وعرفنا الجينرال بروبرتيز عباره عن ثلاث حاجات، جينيتك اكسبريشنز، بيولوجيكال كاتاليست اند الاكتيفيتي بتاعته، فهمناهم كويس جدا ان شاء الله. ازاي بقى بيشتغل؟ اول حاجه قال لك والله بالصوت انا بلف دو سام، عندك انزيم اهو زي ما انت شايف وعندك سبستريت. يبقى انت عندك انزيم وعندك سبستريت، انزيم وسبستريت. يعني ايه السبستريت؟ لو اقول لك ديفاين ذا سبستريت هتقول لي والله السبستريت ديت هي عباره عن السبستنس ذات انزيم ورك اون ات. يبقى هي عباره عن السبستنس ذات انزيم ورك اون ات، يعني هي الماده اللي الانزيم هيشتغل عليها. انت مثلا ماده عايز تعمل لها كونكشن، عايز تربط، عايز تعمل لايجيز، عايز تعمل لايزيز، عايز تكسر، عايز تعمل لها اوكسيديشن ريدكشن، اي حاجه عايز تعملها لها يبقى هي عباره عن اسمها سبستريت. خلاص. يبقى السبستنس هي ذات انزيم ورك اون ات اللي بيحصل لها تشينج يعني. طيب جميل. دلوقتي بالصوت انا بلف دو سايم، انزيم زائد الايه زائد السبستريت دخلوا في بعض، هنعرف بقى الميكانيزم بعدين. المهم هيديك الشكل ده. الشكل ده اسمه ايه بقى؟ اسمه انزيم سبستريت كومبلكس، انزيم سبستريت كومبلكس. يبقى احنا اي مسكت مع اس هيدينا اي اس. ايه هي الاي اس ديت؟ هي عباره عن انزيم سبستريت كومبلكس، ده كومبلكس اتحصل عندي. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ بعد كده بالصوت انا بلف دو سام هيبداوا يفكوا من بعض، الانزيم هيبقى لوحده، هيعمل لي شويه كيميكال موديفيكيشنز ويغير شويه حاجات في في سبستريت بتاعك ويديك في الاخر برودكت. البرودكت دي اللي هي بتبقى حاجه مختلفه عن الاي سبستريت، ممكن تبقى مثلا حصل لها ايزوميرز، ممكن حصل لها لايجيز، حصل لها اوكسيديشن، حصل لها لايزيز بريكنج اند سو اون. يبقى الفكره كلها سبستريت مع انزيم هيديك سبستريت انزيم كومبلكس، هيديك في الاخر الكومبلكس ده بيبقى ان ستيبل فسهل جدا يتكسر فيديك انزيم في الاخر وبرودكتس. طيب ايه هي النظريه عندك زي الكي واللوك؟ مش احنا قلنا الانزيم ده از فيري سبيسيفيك؟ هل اي سبستريت هيقدر يخش هنا؟ لا، لازم يكون نفس الشكل زي ما انتم شايفين كده. لو مش نفس الشكل مش هيقدر يمسكه. يعني مثلا لو جبت شكل كده عباره عن سبستريت دوري او سبستريت مثلث او سبستريت مربع، اي حاجه من الحاجات ديت مش هيقدر يخش، لازم يكون نفس الشكل بالظبط. زي الكي هو عباره عن السبستريت واللوك هو الانزيم، فهيديك كي لوك اي او اسمها لوك كي اي كومبلكس. لو بصيت انا بفسر انزيم سبستريت كومبلكس، الحته اللي بيخش فيها السبستريت اسمها
اسمها اكتيف سايت وهنتكلم عليها بعدين كتير. يبقى السبستريت زائد الانزيم هيديني انزيم سبستريت كومبلكس، الاثنين مع بعض في الاخر هيديك انزيم برودكت، زائد الانزيم زائد البرودكت ده عباره عن الايه النتيجه اللي في الاخر. جميل جدا. طيب بعد كده ايه التوبيك اللي هنتكلم عليه؟ اتكلمنا على الديفينيشن، اتكلمنا على الجنرال بروبرتيز، واتكلمنا على شويه هنت صغير كده على الميكانيزم لحد ما نعمل ايه نعمل ديبنس اكتر فيه ان شاء الله باذن الله. بعد كده البايو ميديكال امبورتنس. ايه هي البايو ميديكال امبورتنس؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اهميه الانزيم في البايو كيميكال؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا دلوقتي هنتكلم على وظائف الانزيم. يعني دلوقتي الانزيم دي بتعمل لك ايه؟ قال انا عندي في الهيلث لو واحد شخص عادي، شخص يعني شخص مش تعبان سليم كله تمام زي ما انت دلوقتي كلنا الحمد لله، لو حد عنده ديزيز صغير برضه ليه مهمه جدا في الباثولوجيكال افكت او باثولوجيكال ستيت، ولكن دلوقتي الحمد لله ما دام انت سليم نحمد ربنا ونشكره فضله، يبقى دي ليها علاقه في الهيلث. ايه بقى بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك هيموستازيس. يعني ايه هيموستازيس؟ هيموستازيس دي احنا اتكلمنا عليها في الفسيولوجيكال كتير جدا جدا جدا. هيمو يعني بتعمل لك تنظيم للحاجات داخل الجسم، يعني بتعمل لك بالانس، يبقى بتعمل لك بالانس وبتظبط لك الباس واي وهكذا. يبقى لما نقول هيموستازيس يعني مينتين اوف دايناميك بروسيس ذات كان بي تشينج باي ستيب اوف ريجوليشن اوف انزيم، يعني بتعمل لك بالانس داخل جسمك. مثلا طلع دلوقتي ضغطك عالي، جميل، لما ضغطك يعلى ايه اللي بيحصل؟ معنى كده البلاد فيزلز سمكها يعني حصل لها فازو كونتراكشن، معنى كده ان كميه الاوزموتيك بريشر زاد وهكذا. فانت عايز تقلل الضغط فتعمل لك ايه؟ تبدا تطلع لك مثلا الاي دي اتش. الاي دي اتش ده يعمل لك ايه؟ يطلع يرجع لك الميه تاني. الاي دي اتش اصلا ده بيزود الضغط، لا مثلا يقلل لك كميه الاي دي اتش، او مثلا يطلع لك حاجه تزود لك الفازو كونتراكت، تعمل لك فازو دايليتور. ماشي، فازو دايليتور زي كمين بالصوت انا بعرف ده السلام، زي الانجيوتنسين 1 والحاجات دي. المهم اللي دي حاجه لها علاقه بالفسيولوجيكال وهكذا. المهم يعني اللي هو بيعمل لك بالانسنج بينهم هيموستاسيس. يبقى البايوميديكال امبورتنس بتاعت الهرمونز الانزيم سوري عباره عن حاجتين، يا اما تكون في الهيلث ستيت او في الباثولوجيكال ستيت. لو في الهيلث ستيت بتعمل لك هيموستازيس. يعني ايه هيموستازيس؟ هيموستازيس دي يعني تعمل لك بالانسنج داخل جسمك، يعني بصراحه انا بلف السام بتعمل لك مينتين للدايناميك بروسيس، يعني تظبط لك الدايناميك بروسيس الحاجات الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز والحاجات اللي جوه جسمك، الالكترولايتس بقى والضغط والسكر والحاجات دي كلها، واللي هي بتعمل لك ريجوليشن للانزيم. جميل جدا، عن طريق ستيب واي وباس وانسوم. طب في الباثولوجيكال دلوقتي في مرض لا قدر الله، طب هتعمل لك ايه اهميه بقى الانزيم هنا ساعتها؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، عندك في الباثولوجيكال 3 اكزامبل، يا اما تبقى هيباتوتيك كوما، هيباتيك كوما ماشي. طيب نفهم الاسم واحده واحده، يا اما تكون جينيتك ديزيز، يا اما تكون نون فانكشن بلازما، مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لو انا قلت لك دلوقتي سالتك سؤال، قلت لك هل الانزيم ليها علاقه بالديزيز ولا لا؟ ماشي، طيب انت هتقول لي مش عارف. ماشي، هسالك سؤال تاني، هل الانزيم ممكن تسبب لي انها تعمل لي ديزيز ولا لا؟ يا الله، ايه بنتي انت عماله تقولي ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، استهدى بالله. هل الانزيم ليه علاقه بالديزيز ولا لا؟ هل الانزيم ممكن تعمل لك ديزيز ولا لا؟ هل الانزيم ممكن تعمل لك تريتمنت للديزيز ولا لا؟ بتعالج الديزيز ولا لا؟ يا الله، انت بتقولي ايه يا جماعه؟ ماشي، طيب هل الانزيم ممكن تساعد لك انها تكتشف الديزيز ولا لا؟ لا كده كتير، كده انت اسئلتك كتير، جاوبيني بقى على الاربع اسئله. هقول لك والله بكل بساطه الاربع اسئله. ايوه، ازاي؟ قولي فهميني ازاي. اول حاجه الانزيم ليه علاقه انها ممكن تعمل لك ديزيز. طب ازاي؟ مثلا انزيم معين نقص مبقاش موجود، مثلا زي الانزيم بتاع الانسولين اهو نقص مبقاش موجود. ما هو الانسولين عباره عن انزيم او هرمون، ماشي، عباره عن حاجه بروتين ستراكشرز، اوكي. طب بما انه مبقاش موجود، يبقى معنى او الانزيم اللي بيصنع مثلا الانسولين، عشان نكون مور اكيوت، الانسولين ده عباره عن هرمون، ماشي. المهم ان في حاجه نقصت، هيجي لك ديزيز دايابيتك، هيجي لك هايبرتنشن، هيجي لك حاجه، خلاص. طيب ده كده اول سؤال جاوبت لك عليه، الانزيم ده بيعال، ده ليه علاقه بالمرض، خلاص. طيب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، هل الانزيم بيتعالج امراض؟ طبعا طبعا جدا، لو في انزيم معين هيعالج لك مرض من ديزيز معين وهكذا. طبعا الحاجات دي هتاخد عليها اكزامبل كتير جدا جدا لحد تزهق، ماشي. طب هل الانزيم ممكن اكتشف بيه مرض؟ طبعا يا 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 يعني طبعا، ده شور، ده اكيوريت 100%. طب ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، دلوقتي لما بتروح تعمل تحاليل وظائف الكبد، تعمل تحاليل معينه، زي مثلا ما اقول لك
ان مثلا زياده الوايت بلاد سيل في الجسم بتاعك او في البلاد معنى كده دي انديكيتد ذات يو هاف انفكشن، عندك انفكشن. نفس الفكره بالظبط، انزيم معين زاد في الدم هو المفروض ما يكونش زياده في الدم، معنى كده ان انت عندك ديزيز. يبقى دي معنى دي كده بتكتشف ديزيز، وظائف الكبد، وظائف الدم، الحاجات ديت اللي نقعد نقولها، التحاليل بتروح عند معمل التحليل وهكذا. طيب دي يبقى كده اكتشفت مرض، يبقى كل الاجابات ايوه. طيب اول حاجه بالسرطان نبره الثدييات عايزين نفهمها يعني ايه هيبات بالسرطان نبره الثدييات يعني ايه هيباتيك كوما. بص صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي احنا عرفنا الانزيم عباره عن بروتين، ولما بتبقى عباره عن بروتين، البروتين اللي هو الانزيم يمسك في السبستريت يديك البرودكت او باي برودكت اللي هو الناتج الجانبي. طيب دلوقتي لو انا في تفاعل ماشي، لو في تفاعل وعندي دلوقتي بيطلع لي الامونيا، طلع لي الامونيا اللي هي عباره عن NH3، واحنا كلنا عارفين الامونيا ديت ان الامونيا دي يبقى دلوقتي بالسرطان نبره الثدييات في بروتين لما بيتكسر بيديني باي برودكت اللي هو عباره عن الامونيا، تمام؟ وعارفين الامونيا دي عباره عن حاجه توكسيك، فيري توكسيك جدا. طيب الامونيا دي لو راحت للبرين، لو راحت للمخ، دي بتعمل لك ايه؟ كوما. يعني ايه كوما؟ يعني غيبوبه، انت مش مركز، هيحصل لك كوما وارماء وحوارات كده. طب ودي ممكن تؤدي في الاخر ان المريض يموت عندي. طيب ايه بقى اللي حصل عشان المشكله دي ما تحصلش؟ انت اكيد في انزيم هيتكسر عندك فهيديك امونيا. طب انت عايز تتخلص ازاي من العمليه دي؟ فربك سبحانه وتعالى، نقول بجد سبحان الخالق، سبحان الله، سبحان الله، نحمده على شكر، نحمده، نحمد فضله ونشكره على نعمه، نعمه السمع والبصر والكلام كل حاجه، على كل نعمه تحمد عليها ربنا وتشكر فضله وتدعي ان يديمها نعمه ويزودك نعمه اكتر. بجد فعلا 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 احنا لو فضلنا نشكر ربنا لحد يوم القيامه على اي نعمه صغيره خالص، مجرد بس نعمه البصر او اي نعمه عمرنا ما نوفيها ابدا، نعمه الاهل، نعمه المال، نعمه المذاكره، نعمه كل النعم دي فعلا لازم تقدروها، لازم تشكروا ربنا عليها عشان ربنا ما يزولهاش منكم. فنحمد ونشكر ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان ربنا عشان يحل لك المشكله دي وما يحصل لكش كوما يعمل لك ايه؟ يعمل لك الهبت اللي هو الليفر، اللي هباته الليفر المسؤول عندك ده عباره عن اورجان، ده المسؤول عن التوكسيسيتي، اي سميه بتخلص منها التوكسيك هو الليفر. يبقى الليفر ده فيري فيري امبورتنت فور ان هو يشل لك التوكسيسيتي كلها، فيعمل لك حاجه اسمها يوريا سايكل. ماشي اسمها يوريا ايه سايكل، دي بتحصل فين؟ في الليفر. دي هناخدها بالتفصيل جدا ان شاء الله باذن الله في السمسترز اللي بعد كده. المهم ان دي وظيفتها انها بتحول لك الامونيا اللي هي الحاجه التوكسيك ليوريا وايه، يوريا ويورين، تحولها ليوريا ويورين، واليوريا واليورين دول ليس توكسيك. المهم تروح في الاخر نازله از يورين، تطلع از ايه في الاكستراكتوري سيستم، وتقوم طالعه خالص جدا مع بره الايه الجسم. طيب دلوقتي ده في الحاجه اللي هي الهيلث مان عادي كده، دي ممكن تكون من ضمن الامثله بتاعت الهيموستاسيس. طيب المهم دلوقتي لو في باثولوجيكال افكت عندك مثلا هيباتوايتس، عندك اي حاجه انفلميشنز، عندك ليفر ليفر فيلر، هيباتو ليفر، اي حاجه مرض في الليفر ذات نفسه، في الكبد ذات نفسه، ما بيقدرش يعمل الوظيفه ديت، معنى ما بيقدرش يعمل الوظيفه دوت يبقى مش هيقدر يحول الامونيا لليوريا اللي تطلع بره الجسم. معنى كده ان الامونيا هتتراكم وتروح في البرين، ومعنى انها تتراكم وتروح في البرين فتؤدي انها تعمل لك كوما، وبما انها تعمل لك كوما يعني غيبوبه، وبما ان السبب في تكوين الكوما على الرغم ان الكوما دي اتكونت في البرين، يعني حصلت في البرين نتيجه زياده الامونيا، مش نتيجه مثلا مش زياده الامونيا في الليفر عملت لك كوما، لا الامونيا زادت في البرين عشان هي فيري توكسيك فعملت لك كوما. المهم دي بالسرطان نبره الثدييات راحت البرين عملت لك كوما، فمعنى كده ودي سبب فيها مين؟ الانفكشنز او الديزيز بتاعت الهيباتيك ليها علاقه بالليفر بما انها هو السبب، فسميناها هيباتيك كوما، يبقى سميناها هيباتيك ايه؟ كوما. طب ايه بقى دور الانزيم في الحكايه الكبيره ديت؟ هي ايه؟ تحويل، عمليه تحويل الامونيا لليوريا عشان تطلع بره الجسم. طب الانزيم دوت لو هو فيه انفكشن، فيه ديزيز، فيه حاجه، ما في مثلا حاجه انفكشن بتكسر لك الانزيم ديت ما بتعملهوش، طيب يبقى معنى كده مش هنقدر نعالج المشكله دوت، يبقى معنى كده انها تؤدي يحصل لك ايه؟ يحصل لك ديزيز. لو الانزيم ده مش موجود يبقى هيؤدي ان يحصل لك ديزيز، لو حصل مثلا انفكشن او حصل لك حاجه انجري، اي حاجه من الحاجات ديت بوظت لك الانزيم المسؤول عن العمليه ديت، معنى كده هيحصل لك ديزيز. يبقى احنا عرفنا يعني ايه هيباتيك كوما، دي حاجه باثولوجيكال ليها علاقه بالانزيم. طب تاني حاجه جيناتيك ديزيز، واتس مينينج اوف جيناتيك ديزيز؟ جيناتيك ديزيز يبقى ليها علاقه بالجيناتيك. دلوقتي بالسرطان انا بريد انزيم معين ليه افكت معين بيساعد لي في حاجه. طيب بصوا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، هنعرف بعد كده
يعني مستقبلا ان شاء الله باذن الله، ان في بعض الاطفال لما بتتولد بيكون عندها جين مسؤول عن انتاج انزيم. يعني انت سيادتك لما بتتولد بيكون في جين سبيسيفيك، جين مسؤول عن اللي هو يديك سبيسيفيك انزيم. جميل جدا. طب الجين ده لو مش موجود، اتولد الطفل دوت من غير الجين ده، يبقى مش هيتكون لك السبيسيفيك انزيم. بما ان مش هيتكون لك السبيسيفيك انزيم، يبقى معنى كده ان الطفل ده هيكون عنده ديزيز كتيره جدا، عنده ممنوع من اكل حاجات كتيره جدا، هيكون ممكن يؤدي للوفاه لا قدر الله، لان النظام ده معين جدا مهم جدا. يبقى الجين اكسبريشن او الجين ديزيز، الجيناتيك ديزيز بتاثر على الانزيم. ليه؟ لان اصلا الانزيم جاي من الجين بكل بساطه. دي كده تاني حاجه عندي. تالت حاجه عندي والاخيره اللي هي نون فانكشنال بلازما انزيم. نون فانكشنال بلازما انزيم، اي نون فانكشنال بلازما انزيم. يعني ايه الكلام دوت؟ بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. بص من اسمها كده، فصص اسمها، يبقى هيباتيك كوما يبقى ليها علاقه بالانفكشن في الليفر، وكوما ليها علاقه بالبرين بسبب الاكيومينيشنز بتاع الامونيا. جميل جدا. الجيناتيك ديزيز ليها علاقه بالجيناتيك، الجين حصل له ديزيز فمش كون لي الانزيم معين. جميل جدا. تالت حاجه نون فانكشن بلازما انزيم، يعني دلوقتي عندك في البلازما اللي هي ماشيه في البلود في نون فانكشنال انزيم. يعني ايه نون فانكشنال انزيم؟ يعني انزيم ملوش اي افكت، ملوش اي لازمه في البلود. معنى كده ان هو المفروض يكون في الاساس موجود فين؟ المفروض يكون في الاساس موجود في السل، يعني لازم يكون عندي جوه الخليه، الانزيم ده لازم يكون في الخليه المعينه ديت. معنى كده لو انا لقيته خارج الدم، يعني لقيته في خارج الخليه يعني جوه الدم، معنى كده ان انا عندي انفكشن في السل ديت. مثلا مثال صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، عندك مثلا في الليفر، هنقعد نتكلم على ليفر كتير جدا. ليفر ده فيه انزيم معين لازم يكون داخل الهيباتيك سيل، الهيباتيك سيل اللي هي الخليه الكبديه. ماشي جميل. جيت انت عملت تحليل دم، لقيت نسبه الانزيم دي ضعيفه جدا جدا جدا، قليله في البلاط، يبقى معنى كده انت ما عندكش انفكشن. الحمد لله ونحمد ربنا ونشكر فضله، ما عندكش اي ديزيز. حلو جدا. طيب تخيل بقى ان بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام جيت عملت تحليل، ماشي، في التحاليل معمل التحليل عادي، ولقيت نسبه الانزيم اللي ما كان المفروض يكون موجود في الهيباتيك سيل دوت لقيتها عاليه جدا في البلوت، عاليه قوي، عاليه بطريقه فظيعه. معنى كده انت عندك ايه؟ معنى كده ان انت عندك ديزيز معين في الليفر ادى ان البتاع ديت تطلع كتير. ايه بقى الاكزامبل عندي بتاعت الانزيم ديت؟ زي اس جي او تي وزي اس جي بي تي. ايه هي الاس جي بي تي ديت؟ اس يعني سيرم، يعني له علاقه بالبلود، جي يعني جلوتاماين، جلوتاميت اللي هو جلوتاميك اسيد اللي هو جلوتاميت، ماشي. بي يعني بايروفيت، تي ترانس، يبقى هي عباره عن سيرم جلوتاميت بايروفيت ترانس. دي ليها علاقه الانزيم دوت المفروض يكون في الهيباتيك سيل، لا لينا بره. او الاس جي او تي اللي هو عباره عن سيرم جلوتاميت برضو، اكسوكليليتيز ترانس انزيميز او الاميليز، دي كلها المفروض تكون جوه الامينيز شوي. اللهم صل على كذا، المفروض تكون جوه الليفر. فمعنى كده ان لقيناها في البلاد، يبقى معنى كده انت حصل لك ابيبتوزيس او نيكروزيس لخليه في الليفر، معنى كده انت عندك انفكشن معين في الليفر. جميل جدا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه البايو ميديكال امبورتنس، زودت فيها كلام كتير جدا لان هي عباره مهمه جدا لازم تفهمها قوي، لازم تعرف ان الانزيم دي فيري امبورتنت ان يور لايف سبحانه وتعالى. طيب الريكويرمنت فور اوف انزيم اكتيفيتي، يعني ايه الريكويرمنت اوف انزيم اكتيفيتي؟ يعني دلوقتي الانزيم عندي تو تايب، زي ما احنا خدنا في الليكتشر اللي فاتت، البروتين عباره عن تو تايب، يا اما تبقى سمبل بروتين يا اما تكون كونجيكيتد بروتين. يعني ايه سمبل بروتين؟ يعني البروتين عباره عن كله امينو اسيد مفيش اي حاجه معاه. جميل جدا. طيب بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ايه كونجيكيتد بروتين؟ كونجيكيتد بروتين يعني بروتين زائد حاجه معايا حاجه، مثلا كنا بنقول نيوكليك اسيد او نيوكلو بروتين، ميتالو بروتين، كرومو بروتين، كل الحاجات ديت. يبقى انت عندك سيمبل بروتين وعندك ايه؟ كونجيكيتد بروتين. طيب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الكونجيكيتد بروتين دي لا لازم يكون حاجه. طيب سمينا بقى الانزيم، نفس الكلام في الانزيم، سمينا الانزيم اللي من غير حاجه، من غير حاجه تساعده خالص، يعني هو مجرد انزيم، اسمه ايه؟ ابو انزيم. يبقى اسمه ابو انزيم. بص افتكرها ازاي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، باباك هل بيحتاج مساعده من اي حد؟ لا ما بيحتاجش اي مساعده، ربنا يخلونا ويبارك لنا فيه بحق لا اله الا الله، ما بيحتاجش اي مساعده من حد، يعني هو بيحاول يبني نفسه بنفسه وهكذا. او انت عامه لما تكون اب نفس الكلام باذن الله. الفكره كلها ابو انزيم، يعني ايه ابو انزيم؟ يعني مش محتاج اي مساعده في اي حاجه. طيب لو الابو انزيم ده بقى يعني بقى ايه مثلا مسن مريض ربنا يعافيهم جميعا يا رب، او في مشكله معاه محتاج حد يساعده، محتاج ابنه يساعده، اي حاجه من الحاجات دي، فهيستعين بحاجه اسمها كو انزيم. كو انزيم خلاص. جميل جدا. الكو انزيم ده يعمل ايه؟
الكو انزيم ده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الاثنين لما يخشوا مع بعض بيكملوا بعض. كو انزيم ده حاجه نون بروتين، يبقى اول حاجه تعرفها عن الكو انزيم ان هو نون بروتين. يبقى الكو انزيم نون بروتين يعني هو مش بروتين. طيب ايه اهميته اصلا؟ اهميته اللي هو يمسك مع الانزيم علشان يديك حاجه اسمها بقى الاثنين مع بعض يديك حاجه اسمها الهالو انزيم. الهالو انزيم ده بقى الانزيم اللي بيديك فانكشنال افكت. يبقى الفانكشنال افكت بتيجي منين؟ بتيجي من الهالو انزيم. هالو كانها بتقول لك هول، كان حاجه كامله، حاجه كامله ومكمله خلاص. يبقى الكو انزيم اغلبيه الكو انزيم تبقى فيتامين مثلا بتكون موجوده في السلطه وهكذا زي الناد والفاد والحاجات ديت ماشي. يبقى النان هي الكو انزيم عباره عن حاجه نان بروتين وبتبقى بايندد ويز بوت انزيم عشان تديك الهالو انزيم ماشي. الكو انزيم زي الناد والفاد والحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت. طيب عندي حاجه تانية ديفاين تاني اسمه ايه؟ بروستيك جروب. والبروستاتيك جروب اي ثينك يعني لو انت كنت شاطر وسامع المحاضرات اللي فاتت الليكتشر اللي فاتت يبقى انت هتكون عارف معناها. بروستاتيك جروب دي مش حاجه جديده تسمعها خالص. بروستاتيك جروب هي عباره عن جروب اوف كو انزيم، هي عباره عن كو انزيم ماشي، كو انزيم بايند تو انزيم بايند تو انزيم. طب ايه ده انت بتعمليه تعبطي تقولي ايه؟ بقول لك البروستاتيك جروب هي عباره عن حاجه ماسكه في انزيم. طب انت مش فاهم حاجه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام بالراحه. انت مش لسه قايله اصلا الكو انزيم هي حاجه نون بروتين بايند ويز انزيم تو فورم الهالو انزيم. اه بص صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي الكو انزيم جميل مع الانزيم هيديك حاجه اسمها هالو انزيم. جميل جدا، دي اول حاجه. طيب هل لازم الانزيم ده يشتغل معاكو انزيم تملي ولازق فيه ماسك فيه ماسك فيه يعني لازق فيه فعلا لازقه؟ لا مش شرط، ممكن مثلا يكون معايا ماشي معايا في ديلو كده بس مش لازق فيه. او مثلا لما مجرد ما الانزيم يروح للحته اللي هيحمل فيها الفانكشن تلاقي يكون انزيم جه، مش شرط يكون لازق فيه. اما البروستاتيك جروب ديت لازم تبقى لازقه، لازم تبقى بايندد. بايندد يعني لازقه جامد جدا، يعني بص يعني كانها مثلا ايه، مثلا ايه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، مثلا لو جيت قسمت لك مثلا اللايسين عباره عن ال 4 قلنا فيها مجموعه ال ان اتش 2 او مثلا السيرين فيها او اتش، اي حاجه من الجروب اللي احنا خدناه في الايه في البروتين. طيب الاو اتش دي مش هي موجوده من ضمن الفانكشن جروب لازقه فيها؟ اه يبقى معنى كده دي اسمها بروستاتيك ايه جروب. يبقى دي بروستاتيك جروب، يبقى حاجه لازقه مع الاستراكشر از فانكشن جروب مثلا موجوده في الار جروب وهكذا. طيب الكو انزيم ده بيكون لازم لو قلت لك مثلا ناد، هل الناد ده من ضمن الاستراكشر بتاع الامين جروب اللي احنا كرسمينه الراس والايدين والحاجات ديت؟ لا مش من ضمنها. يبقى معنى كده هي مش بروسات الجروب، يبقى هي اسمها كو ايه انزيم. يبقى اتمنى تكون فهمت الفرق بين الاثنين، ومهم جدا تفهم الفرق بين الاثنين. عندي مثلا زي بروسات الجروب زي السيستينيت دي هايدرينيز. يبقى السيستينيت دي هايدرينيز يعني مثلا لو جينا قلنا بالصلاه على النبي عليه السلام الفات ده عباره عن كو ايه كو انزيم، مين اللازق فيه معاه تملي؟ حاجه اسمها السيس سينيت سي سينيت ديت ماشي دي هيدروكسيز. هيدروكسيز ده لازق مع الفات فاسمه ايه؟ بروستاتيك انزيم، اسمها بروستاتيك جروب. جميل جدا. طيب دلوقتي بصوره ثانيه بقى انزيم، يبقى انت عرفت عبو انزيم زائد الكو انزيم هديك هالو انزيم، وعرفنا الاكزامبل بتاع كو انزيم زي الناد والفاد والناد اتش والحاجات ديت. وبروستاتيك جروب زي ما احنا لسه قايلين عليها زي السيستينات دي هيدروكسيليز ده لازق مع الفات. دلوقتي عايزين نعرف ترم جديد اسمه كو فاكتور. وات از مينينج اوف كو فاكتور؟ يعني ايه كو فاكتور؟ هل الكو انزيم زي كو فاكتور؟ لا مختلفين تماما. اول حاجه الكو فاكتور اغلبها بتبقى عباره عن ميتال، ميتال ماسك مع انزيم، ميتال ماسك مع مين؟ مع انزيم. يبقى الكو فاكتور عباره عن ميتال لا ماسك مع ايه؟ انزيم. طيب بصراحه انا بعرف ده صوت واسك السلام ال احنا قلنا الكو انزيم بتيجي من السلطه بيكون موجود حاجات نان بروتين فيتامين عباره عن فيتامين. كو فاكتور بتبقى ليها علاقه بالميتلز. طيب ايه بقى الاكزامبل عندي للكو فاكتورز؟ عندي كام فاكتور؟ ادي 1 2 3 4 4 فاكتور كو فاكتور 4 كو فاكتور. اول حاجه السايتو كروم، سايتو كروم كو فاكتورز. مش احنا قلنا كو فاكتور عباره عن انزيم ماسك فيه ماسك فيه ميتال؟ جميل. طيب الانزيم ده اسمه كو سايتو كروم، سايتو كروم ماشي. ده ماسك مع مين بقى؟ ماسك مع الفيريك او الفيرس، ماسك مع ايرون. يبقى ده عباره عن ايه؟ كو فاكتور. يبقى ده كده كله على بعضه كو فاكتور، عباره عن سيتوكروم ماسك في ايه؟ في ايرون، او ممكن نسميه كاتاليز، كاتاليز ماشي، ممكن نسميه كاتاليز بيروكسيديز، بيروكسيديز ماشي. دي كده اول واحد. تاني واحد اسمه ايه؟ سوبر اوكسايد، سوبر اوكسايد ديس ميتيز، ديس ميتيز.
يبقى سوبر اوكسايد ديسميتاز ماسك مع مين بقى؟ مين اللي ممكن نسميه اس او دي؟ ماشي، ماسك مع مين الميتال بتاعي؟ الكوبر اللي هو الكبرك، خلاص ماسك مع الايه؟ مع الكبر. يبقى سوبر اوكسايد ديسميتاز دي ماسك مع الكبر، يبقى السوبر اوكسايد ديسميتاز ده عباره عن كوفاكتورز ماسك مع الايه؟ الكبر. عندي كربونيك انهيدريز ده ماسك مع الزنك، كربونيك انهيدريز ماسك مع الزنك. طيب الصراحه انا بلف صايم، اخر واحد عندي اسمه ايه؟ اسمه جلوتا ثايو نو بيروكسايد. بيروكسايد ده ماسك مع مين؟ ماسك مع السيلينيوم اللي هو الاس اي، ماشي من سيلينيوم، يبقى ماسك مع السيلينيوم. يبقى السيلينيوم ماسك مع مين؟ الجلوتاثايو بيروكسايد، جلوتاثايم ثايو بيروكسايد. سوبر اوكسايد ديسميتاز دوت ماسك مع الكبر، والكربوك الكربوكسيك الكربونيك انهيدريز ده مع الزنك، والسيتوكرومو اوكسيديز ممكن ما تكون مع الايرون والزنك ايضا، وهكذا. دي عباره عن اكزامبل اوف كو فاكتور. جميل جدا. طيب دلوقتي بالصراحه انا بقى نفضل الصوت السامع، قلت لك كلاسيفيكيشنز اوف انزايم. بعد ما عرفنا الفانكشنز وبعد ما عرفنا اليوزز وعرفنا ايه اهميته عندي في الحياه، عايز اقول لك دلوقتي وعرفنا اللي ممكن يكون معاه حاجات كو انزايم، ممكن يكون لوحده، ممكن يكون في كو فاكتور اند سو اون. دلوقتي عايزك تقول لي كلاسيفيكيشنز اوف الانزايم. يعني ايه كلاسيفيكيشن اوف انزايم؟ يعني تقسيمه الانزايم. دلوقتي انت بتسمي الانزايم ازاي؟ انا والله بالصراحه انا بعرف ده الصوت السلام دي كده كلاسيفيكيشنز. جميل جدا. قال لي عندي 3 ميثودز. اوكي الميثودز الاصليه اللي بنمشينا عليها دي اللي هنتكلم عليها كتير جدا. عندي حاجه اسمها اولد نيم. حاجه اولد نيم يعني اسماء قديمه. يعني ايه اسماء قديمه؟ يعني كان من زمان خالص كانوا بيعملوا ايه؟ كان من زمان خالص يجيبوا سبستريت يحطوا كلمه ايز، يبقى سبس تريت احنا عرفنا يعني ايه سبستريت، الحاجه اللي بيشتغل عليها الانزيم، نحط كلمه ايز. يعني مثلا عندك السبستريت مثلا اسمه اللي هو المالتوز، المالتوز اللي هشتغل عليه الانزيم، يقول لي حط لي يقول لك مالتيز، يقول لك بدل ما يقول مالتوز يقول لك مالتيز. مالتيز ليه؟ عشان هو حط ايز، عشان كده معناه ايز، معناه الانزيم اللي بيشتغل على المالتيز مع المالتوز. جميل جدا. يبقى ممكن يحط لك سبستريت زائد ايز، او ممكن يحط لك اسم الاسم بالظبط زي مثلا بيبسين. البيبسين ده اللي هو الحاجه اللي بتشتغل ليها علاقه بالبروتين انسون، يقول لك الاسم الانزيم بس. بس هل ده بيوضح لك الفانكشن؟ لا ما بيوضحلكش الفانكشن. هل ده بيوضح لك الفانكشن؟ يعني يعتبر اهو افضل من الطريقه اللي هي اللي انا اقول بس اسم الانزيم كده عادي، افضل شويه، لان هو بيقول لك الحاجه الانزيم بيشتغل على حاجه، يعني سبستريت زائد ايه؟ زائد الاولد نيم. جميل جدا. طيب بس انا بقى افضل صوت سام. عندي الطريقه الثانيه اللي هي اسمها الاي يو بي ديت، دي هنتكلم عليها باستفاضه جدا ان شاء الله باذن الله. والطريقه الثالثه بالصوت انا بقى افضل صوت سام اسمها ايه؟ اسمها النيم اكوردنج تو سبستريز. يعني ايه النيم اكوردنج تو سبستريز؟ يعني يجيب لك اسم السبستريز ويحط لك التايب اوف رياكشن، يكتب لك. خلي بالك دي عكس هدي، دي بقى يقول لك هنا ده بيقول لك بيحط لك كلمه ايز، لا هنا بيقول لك يجيب لك اسم السبستريت ويحط لك التايب اوف رياكشن. يعني ايه؟ هل كل الرياكشن بتاعه الانزيم بتكسر؟ هل كل الرياكشن بتاعه الانزيم بتعمل اوكسيديشن؟ هل كل الرياكشن بتعمل لك بتاعه الانزيم بتعمل لك لايج، يعني بتعمل لك لايجيز، يعني بتربط مع بعض؟ لا مش كلهم كده. فعشان كده الطريقه دي مش اكيوريت، الاولد ميثودز دي او اولد نيم دي مش اكيوريت خالص انها تسمي بيها. لا الاكيوريت شويه اللي هي الاي المور اكيوريت اللي هي السيستم methods of name of enzyme أو IUB، والليست أكيوت منها شوية نوعا ما، يعني دي لو واحد ودي اتنين ودي تلاتة دي المور أكيوت، ثم دي ثم دي. طب دي ليه بقى؟ اللهم صل عليك نبي الصلاه والسلام. سبب في كده ان انت بتقول طيب اوف اكشن، يعني مثلا مش كل الانزيم بيتكسر، مش كل الانزيم بيتجمع وهكذا. فده بيقول لك مثلا سبستريت، يعني مثلا زي ايه؟ مثلا بالصوت انا بنبي الصلاه والسلام تقول لك مثلا ايه؟ اي انزيم، اي حاجه بتكسر فيها. فنقول مثلا امايليز، امايلوز، هنقول امايلوز مثلا، او هنجمع مثلا حاجه، هنجمع حاجه، فنقول مثلا بروتين معين او انزيم معين وبيحصل له ساينسيز، نسميه ساينسيز، يعني بيتجمع بيحصل تجميع. لا هنا بيحصل اوكسيديشن. يبقى بنكتب السبستريت زائد التايب اوف ايه؟ رياكشن، سواء اوكسيديشن ريدكشن اي حاجه من الحاجات دي. طيب في طريقه ثانيه بيقول لك، او ممكن بدل ما نكتب اسم السبستريت نكتب لك اسم البرودكت. يعني ايه اسم البرودكت؟ يعني دلوقتي السبستريت زائد الانزيم بيديك كومبلكس من بين السبستريت والانزيم، بعد كده بيديك برودكت وبيديك الانزيم لوحده. طب البرودكت ده انت ممكن بقى تكتب الحاجه اللي هتطلع منها. يعني ايه؟ يعني بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، يعني اللهم صل عليك النبي عليه افضل الصلاه والسلام، مثلا زي مثلا ايه؟ اللهم صل عليك يا سلام. مثلا زي تكوين عمليه تكوين الجلايكوجين. الجلايكوجين دوت، الجلايكوجين ده عباره عن حاجه البرودكت جاي من جلوكوز. جميل. بدل ما اقول لك مثلا جلوكوز
وبيكسر، او مثلا جلايكوجين بيكسر او اي حاجه من الحاجات ديت، لا هو بيقول لك اسم البرودكت اللي بيطلع، مثلا جلوكوز جلايكوجين سوري جلايكوجين ساينسيز، يبقى جلايكوجين ساينسيز يعني ده اسم البرودكت اللي بيحصل له تكوين، يبقى تكوين الايه الجلايكوجين. يبقى ممكن تكتب اسم السبستريت زائد التايب اوف رياكشن، او البرودكت زائد التايب اوف رياكشنز. السبستريت زائد التايب اوف رياكشن زي مثلا ايه، زي اللاكتيت دي هيدروجينيز. يعني اللاكتيت، لاكتيت ده اسم لاكتيت، ده اسم مليكيوز عندي موجوده في الجسم الانسان. دي هيدروجينيز يعني انت تنزع منه الهيدروجين او بتحصل له ريدكشنز. طب ايه بقى حكايه الاي يو بي ديت؟ بص بقى يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قال لنا الاي يو بي دي عملت لك كلاسيفيكيشنز. يعني ايه عملت لك كلاسيفيكيشنز؟ عملت لك ست كلاس، ست كلاسز كده قسمته لك. يعني ايه؟ بص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قالت لك كل الانزيم بيحصل لها ديفيجن لستة ميجور كلاس. يبقى كل الانزيم بيحصل لها ديفيجنز لستة ميجور كلاس، ماشي. وكل الستة ميجور كلاس بيحصل لها سب كلاس، يبقى الستة ميجور كلاس بيحصل لها سب ايه ديفيجن، او ديفيجن تديك سب كلاس، وكل سب كلاس بتديك سب كلاس، سب كلاس، وكل سب كلاس بتديك سب كلاس. يبقى بقى عندك هنا 1 2 3 4، بقى عندك اربع حاجات، فبيكتبوا لك اربع ارقام. يعني مثلا 1 4 7 1 مثلا، الرقم ده الاول واحده دي بتعبر عن الكلاسز الميجرز، الحاجه الاساسيه، جميل. الرابعه دي، اربعه دي بتعبر على السب كلاسز اللي هي اللي تحت الكلاسز، ماشي. وكل واحده منهم وكل رقم ليه انديكيشن معين. السيفن دي بتعبر عن السب كلاسز، والوان دي عباره عن سب كلاسز، جميل جدا كلاسز. المهم دي كلها ديفيجنز، وعباره عن كلها عباره عن حاجه سيستماتيك زي اللي عمليه الايباك نيم، ودي كلاسيفيكيشن وهكذا. طيب اول حاجه بالصوت النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لازم تعرف الديفيجنز بتاعت السب الست كلاسز. يبقى لازم نعرف الست كلاسز هي عباره عن ايه. قال لنا والله بالصوت النبي عليه الصلاه والسلام دول كده شكل السكس كلاسز اللي عندي، 1 2 3 4 5 6، وده الترتيب بتاعهم الاكيوت، 1 2 3 4 6 لحد ال 6، ده الترتيب بتاعهم الاكيوت. اول حاجه اسمه اوكسي ريدكتيز، يعني اوكسي يعني له علاقه بالاوكسيديشنز، ريدكت يبقى له علاقه بالريدكشن، اوكسيز يعني له علاقه بالانزيمز عامه. يبقى اوكسي ريدكتيز يبقى عباره عن ريدوكس رياكشن، يبقى هنا بيحصل فيها ريدوكس رياكشن، ماشي. تاني واحده عباره عن ايه، ترانسفيريز، ترانس يعني ليها علاقه بنقل حاجه لحاجه، يبقى بنعمل عمليه نقل. هايدروليز هايدرو يبقى معناها كده ان في ميه، وليز يعني معناها كده انت بتكسر، يبقى بتكسر بواسطه الميه. لايز يبقى انت بتكسر من غير ميه، ايزوموريز يعني بتعمل ايزوموز، عارفين الايزوموز اللي هي حاجه ليها نفس المولكيولار ويت ولكن ديفرنس ان شيب. لايجيز يعني بتعمل الكونكشنز، خلاص. يبقى بالصوت انا بعرف ده السام، دي اول كلاسيفيكيشن. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف الانزيم اللي هي اكوردنج تو الاي يو ام بي سيستم، عندي الاوكسيديريز، الترانسفيريز، الهيدروليز، اللايز، الايزوموريز اند لايجيز، لازم تحفظهم بالترتيب بالظبط. طيب ايه بقى الفرق بين كلهم هم الثلاثه؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، مش حرمك من حاجه اهو. اول حاجه الفانكشنز بتاعه الاوكسيديريز، الاوكسيديريز الفانكشن بتاعتها انها تعمل لك اوكسيديشن ريدكشن. طب ازاي بقى؟ قال لنا الاوكسيديريز هي عباره من قسمها، بنقسمها خلي بالك بقى، بنقسم الاوكسيديريز دي ل 5 سب يونت، يبقى بنسميها 5 سب كلاسز، اللي هي الرقم الثاني. طب ايه هم بقى الفايف سب كلاسز؟ طبعا هو انا مش كاتبهم لك، بس هو كاتب لك المين فانكشن بتاع الاوكسيديريز اللي هو ترانسفيشنز اوف الالكترون ريزلتنج ان تشينج اوف اوكسيديشن ستيت. يعني حصل لك عمليه اوكسيديشن، وكاتب لك اكزامبل واحد بس من اصل الخمسه اللي هي دي هيدروكسيجينيز، طبعا هنتكلم على الباقي، بس خد كده نظره عامه عن السكس كلاسز، وبعد كده هنتكلم على الخمسه سب كلاسز بتاع الاوكسيديريز. الترانسفيريز يبقى احنا عرفنا الاوكسيديريز ديت عباره عن عمليه ريدكشن، ريدوكس رياكشن. الترانسفيريز هي عباره عن ترانسفير اوف الفانكشن جروب فروم وان مولكيول تو انذر جروب، يبقى انت بتعمل ترانسفيريشنز، ماشي، ترانس ايه فير اوف فانكشن جروب من وان مولكيول تو انذر مولكيول، زي عمليه الفوسفوريز، وعامه اول ما تشوف كلمه كاينيز اعرف ان ليها علاقه بالترانسفيريز. انا عماله اديك كي بوينت كده على طول، اول ما تشوف كلمه كاينيز اعرف ان ليها علاقه بالترانسفيريز. طيب الهيدروليز هي بريكنج داون اوف كوفالنت بوند يوزنج الووتر، زي البروتيز، الفوسفوريز، كل الحاجات دي ليها علاقه مثلا بعمليه الايه بالصوت انا بسميها دايجيشن انزيم، او
الدايجستيف انزايم زي الامايليز البوكتليز اللايبيز وكل الحاجات دي لها علاقه بالهيدوليز. اللايز هي عباره عن بريكنج اوف كده وزاوت ووتر وزاوت ايه ووتر زي دي كاربوكسيليز. عندي الايزومر ارينجمنت اوف البوند ويز المولكيول بتعمل ري ارينجمنت مثلا زي المالتيز ميتيز. اللايجيز دي فورميشن اوف كوفالنت بوند بتوين تو يعني تعمل كونكشن ما بين مولكيول. يعني انت لازم يكون عندك تو سبستريت الاثنين مع بعض تعمل لهم كونكشن ببوند معينه يعني تعمل فورميشن لبوند ايه جديد. خلاص يبقى دي كده نظرة عامة على ال 6 سب 6 كلاس. دلوقتي هنتكلم بقى على السب كلاسز بتاع مين بتاعه الاوكسيد ريدوكتيز. المهم اللي هي عباره عن 5 كلاسز او 4 يعني اللي هو عباره عن البيروكسيديز والكاتاليز. دول بنعتبرهم يعني سب كلاسز لوحدهم ولكن في ديفرنشيشن صغير ما بينهم. المهم اول حاجه عندي بالصراحه انا بنفسي اللي هي دي هيدروكسيجينيز. دي هيدروكسيجينيز اسمها كده دي يعني نزع يبقى ماينس اتش ماشي H2 يبقى دي هيدروكسي يبقى ليه علاقه بالماينس H2 جينيز ماشي يبقى دي هيدروكسيجينيز. يبقى انت بتشيل ايه H2O. طب بما انك بتشيل H2O يبقى انت بتعمل كده ايه بتعمل عمليه اوكسيديشنز ماشي لان عمليه الريدكشن انت بتعمل جين للايه الهيدروجين. اما انت دلوقتي بتعمل لوز الهيدروجين يبقى معنى كده عمليه الايه الاوكسيديشن. يبقى انت لو عندك سبستريت AH2 هيحصل له اوكسيديشن ويديك ايه بس بلس H2. طب جميل ال H2 ديت بصراحة النبي عليه الصلاة والسلام محتاجة حاجة تشيلها محتاجة كارير فنجيب لها مين نجيب لها كو انزايم. يبقى انا هنا كده لازم يكون معايا كو انزايم. جميل جدا يبقى انا حطيت هنا انزايم عمل لي عملية اوكسيديشن للسبستريت دوت السبستريت يديك السبستريت اونلي بلس الهيدروجين بوزيتيف. مين اللي يشيل الهيدروجين الهيدروجين 2 او الهيدروجين اللي هو الكو انزايم. ركز جدا مين الكارير هنا فدي بتبقى عبارة عن ايه بصراحة النبي عليه الصلاة والسلام بنسميها سكندري سبستريت. يبقى ده عباره عن سكندري سبستريت ليه علشان هو سكندري يعني تاني واحد بيشيل السبستريت اللي هي الها اتش ايه تول باي برودكت. يبقى دي هيدروجينيز ركز مين اللي بيشيل هنا كو انزايم لان بعد كده هقول لك الاكسجين هو اللي بيشيل ماشي. يبقى دي هيدروجينيز انت نزعت الهيدروجين جميل جدا. بعد ما نزعت الهيدروجين ايه اللي حصل حاجتين حصلوا وعكس بعض حاجه حصل لها ريدكشن وحاجه حصل لها اوكسيديشن. الحاجه اللي حصل لها ريدكشن اللي هو كو انزايم هو اللي حصل له ريدكشن عشان اكتسب الاتش 2 وبقى اسمه سكندري سبستريت سكندري سبستريت جميل. ولا ما صلى عليك انا بقى افضل سام سبستريت حصل له ايه اوكسيديشن. يبقى ده كده اول حاجه عندي زي مين زي اللاكتيت دي هيدروجينيز. اللاكتيت دي هيدروجينيز اللاكتيت شلنا منه هيدروجين حصل له اوكسيديشن اديك لاكتيك اسيد وبالصراحه انا بقى افضل سلام الهيدروجين حصل لها انها شيرد باي كو انزايم حصل عكس بعض. يبقى دي الاكسبتور بتاع اللي هو كو ايه انزايم. كده خلصنا اول واحد اللي هو مين الدي هيدروجينيز. ثاني واحد الاوكسيديز الاوكسيديز اوكسيديز نفس الشكل ده بالظبط ماشي نفس كل حاجه اوكسيديشن للسبستريت وهكذا وهيديك في الاخر ايه. ولكن مين بقى الكارير هنا بالصراحه انا بقى افضل سلام او ايه اللي حصل هنا. الكارير بقى هنا هو الاكسجين بنجيب اكسجين بدل الكو انزايم. يبقى وجبنا اكسجين هو اللي حصل له ريدكشن مسك في الهيدروجين هيديني مين هيديني هيدروجين بروكسايد هيديني هيدروجين بروكسايد. يبقى دي اسمها اوكسيديز. يبقى دي هيدروجينيز مين الكارير او مين الاكسبتور او مين السكندري السكندري سبستريت اللي هو الكو انزايم. جميل جدا بصراحه انا بقى لي افضل سلام. اما في الاوكسيديز حصل لي اوكسيديشن عن طريق انا فقدت 2 هيدروجين او فقدت الكترون ماشي حولت الاكسجين لمين مين اللي بيكون كارير ساعتها هو الاكسجين. ده بيبقى عباره عن الكارير وبالصراحه انا بقى لفضل سلام بيحوله لي لهيدروجين بيروكسيد معانا ما عدا واحد بس هو اللي بيحوله لي الميه اللي هو اسمه سايتوكروم هو اللي بيحول لي الاكسجين. لما احنا جبنا مثلا حطينا انزيم سايتوكروم هيحوله لي ل H2O. طب السبب في كده ليه عشان السايتوكروم ده بيكون موجود عندك في اللونج في الريسبيراتوري تراك. بما انه موجود في الريسبيراتوري تراك فانت لما تعمل انهيليشنز او بيكون عندك في الخليه بتاعه الريسبيراتوري تراك هيدروجين بيروكسيد والهيدروجين بيروكسيد فيري توكسيك هيحصل لك توكسيسيتي وتموت لان ده في الريسبيراتوري الريسبيراتوري فيري سنسيتيف اورجن. اما طب ما واحد يقول لي طب باقي الخلايا بتطلع لك هيدروجين بيروكسيد اوكي ولكن هتعرف بعد كده ان في حاجات لها خلايا او مثلا في انزيم ثانيه هتلغي لك التاثير بتاع الهيدروجين بيروكسيد زي البيروكسيديز والكاتاليز. الاثنين دول بيغيروا لك الهيدروجين بيروكسيد وبيحولوا لك لحاجه ليكس توكسيك فبعد كده اللي انت تخلصي منهم. طب واحد يقول لي طب ليه ما يحصلش في الريسبيراتوري كده عشان الريسبيراتوري فيري سنسيتيف قوي جدا للحاجات ديت ماشي. ومهم جدا جدا تعرف اللي هو السايتوكروم ده موجود في الريسبيراتوري ده بيحولوا لي الميه ما بيحولوش لمين ما بيحولوش لهيدروجين بيروكسيد. جميل جدا لو الاكسجين بيحول لهيدروجين بيروكسيد. كده خلصنا اول اثنين. يبقى اول اثنين نعملهم مقارنة مع بعض.
مع بعض. الدي هيدروجينيز بتطلع بتعمل ماينس هيدروجين اوكسيديشن ريدكشن رياكشن بالصلاه على السلام مين الكوني اكسبتورز او سكندري سبستريت اللي هو عباره عن الكو انزيم. الاوكسيديز بيكون الاكسجين هو اللي بيكون الايه الكاريو. جميل جدا. اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. الاكزامبل عندي فيه الاوكسيديز زي الامين اسيد اوكسيديز او الجلايكوز اوكسيديز. الجلايكوز اوكسيديز كل ده بيكون عندي الايه اللي بحط الايه الاكسجين. طب اوكسيجينيز ايه هي حكايه الاكسجينيز؟ الاكسجينيز احنا بنحط اكسجين. يبقى خلي بالك في اوكسيديز ديز يعني معنى كده في عمليه اوكسيديشن، هنا اوكسجينيز يبقى انت بتعمل ادنج للاكسجين. يبقى هنشيل كل الايكويشن اللي احنا عملناها ونكتب السبستريت اهو اللهم صل على سلام الايه مثلا بلس اوكسجين. يبقى بنعمل ايه بلس اوكسجين. يبقى الاوكسجينيز دي عباره عن السبستريت بلس اوكسجين. طب عندي حاجتين، يا اما اوكسيديز احط 1 مولكيول من الاكسجين يعني او واحده بس، او احط او 2 الاثنين مع بعض. يبقى انا عندي السبستريت ممكن احط له واحده فهنسميه مونو اوكسجينيز او داي اوكسجينيز. طب لو حطينا واحده اوكسجين هيدينا ايه او، وبعدين هيجي معانا واحده هيدروجين من ميديوم فلازم ندخل معاه واحد اتنين هيدروجين، اتنين هيدروجين هيحوله لك لهيدروكسيد. يبقى لو مونو اوكسجينيز يبقى لازم يتحول لهيدروكسيد، مجموعه هيدروكسيد. طيب بالصراحه انا بس لو حطيت داي اوكسجين هيديك السبستريت بتاعي يبقى عباره عن ايه، ماسكه هنا في او ماسكه هنا في او ماسكه في كده عامله سايكل خلاص. يبقى AO2 ولكن لو حطيت واحده اكسجين لازم يخش معاها من الميديم بتاع 2 هيدروجين وهيديني ايه الهيدروكسيل، لازم هديك هيدروكسيل زي الكاتيكول دايوكسجينيز. ده الاكزامبل عندي على الدايوكسجينيز. طب عمليه الهيدروكسيز دي بتعملها امتى؟ الهيدروكسيز اللي هي ديت لما يكون عندي الفينايلالانيلين هيدروكسيز دي برضو بيحصل لها كده. يبقى سبستريت زائد اكسجين واحده بس هديك هيدروكسيز كده. خلصنا التالت واحد رابع واحد والاخير عندي اللي هما كومبريشن ما بين الاثنين دول البيروكسيديز والكاتاليز. البيروكسيليز ده بيشتغل على واحد مول بس من الهيدروجين بيروكسيد. مين اللي كان شاطر يقول لي مين اللي كان بيطلع لي ده ولا ده اللي بيطلع لي هيدروجين بيروكسيد؟ طبعا الاوكسيديز هو اللي بيطلعني هيدروجين بيروكسيد، برافو عليك. اما هنا ده بيطلع لكش هيدروجين بيروكسيد خالص، كان هنا كو انزيم هو اللي بياخد الهيدروجين عن طريق كو انزيم زي ايه زي الناد الفاد والحاجات دي. طيب بالصوت انا بقى افضل صوت السلام. البيروكسيليز بيشتغل على واحده بس 1 مول من الهيدروجين بيروكسيد وبيحولوا لك الاورجان حاجات تانيه، حاجات تانيه بيحصل له ريدكشن وحوارات كده. زي مين؟ زي بيحصل له ريدكشن، ماشي بيحصل له ريدكشن للبيروكسيديز عشان يحولوا لك لميه و ميه واكسجين والحاجات دي. طيب الصوت انا بقى زي مين؟ زي الجلوتاثيون بيروكسيديز. جلوتاثيون بيروكسيديز ده بيشتغل على الميكانيزم دوت. الكاتاليز ده بيشتغل على 2 مولز اوف البيروكسيد وده بيكون موجود في الانيمال تيشيو اونلي، في الانيمال تيشيو اونلي، وبيشتغل في السيل في الخليه من جوه. يبقى كاتاليز اولها سي بيشتغل في السيل بيكون في الانيمال تيشيو اونلي وبيشتغل على 2 مليكيول من الايه البيروكسيديز. يبقى احنا بالصوت انا بقى خلصنا اول حاجه عندي خالص النوع الاولاني اللي هي الاكسيديز الاكسي ريدكتيز خلصناها كلها بكل سب يونت سب كلاسز بتاعتها وهكذا. اللهم صل عليك نبات الصيام. الترانسفريز اول ما نشوف كلمه كاينيز يعرف ترانسفريز اللي بيحصل عندك بناء عمليه فوسفات. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي سبستريت ماسك مثلا في مجموعه فوسفات هحط عليه مثلا ايه بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هحط عليه كونزيم او هحط عليه اكسبتور اي حاجه من الحاجات ديت. هيقوم ايه مثلا احط عليه مثلا بي ماسك في مجموعه اكسجين فدي هتيجي هنا ودي هتيجي هنا يعني حصل سبستريت واتنقلوا مع بعض. ايه الاكزامبل اللي عندي؟ ممكن انقل مجموعه ايه؟ ممكن انقل مجموعه كربون نيتروجين فوسفيت اي حاجه من الحاجات دي. لازم يكون عندي 2 سبستريت ايه يونت، 2 سبستريت ايه يونت. اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه كمان ايه الاكزامبل اللي عندي؟ مثلا زي مجموعه الفوسفيت، الفوسفيت ديت زي حاجه اسمها هيكسو كاينيز اهو. سمعت كلمه كاينيز يبقى اعرف ان هي ترانسفريز على طول ترانسفريز. طب هيكسو يبقى انا بحول من هيكسون لا ماشي، هي عباره بتبقى عباره عن هيكسوز زائد بص نكتب الكروجن حلو هيكسوز. جميل جدا، ده نوع من الشوكه عباره عن 6 كربون. المهم اللي هو الهيكسوز دوت زائد الاي تي بي زائد الاي تي بي، يعني عندي ادينين ادينوسين تراي فوسفات ادينوسين تراي فوسفات 3 فوسفات موجوده عندي احط عليها هيكسوكاينيز او ما اسمع كلمه كاينيز يبقى معنى كده اللي هيحصل ترانسفريز هيقل مجموعه فوسفاتها من هنا تيجي هنا فتديني هيكسو
ماشي، هيكسو 6 فوسفات زائد الاي دي بي. ليه اي دي بي؟ عشان بقت ادينوزين داي فوسفات، ادينوزين داي فوسفات، بقى 2 فوسفات بدل ما واحده فوسفات. يبقى ده الاكزامبل عندي بتاع مين؟ بتاع الترانسفريز. طب الترانسفريز ده هل مليكولر ويت ثابت ولا متغير؟ طبعا متغير. ليه؟ عشان انت نقلت مجموعه فوسفات من هنا، بدل ما كانت في 3 فوسفات بقت هو 2 فوسفات، معنى كده مجموعه الفوسفات قلت، معنى كده مليكولر ويت قل. وهنا ديت بدل ما كانت هي هيكسوز بقت هيكسو 6 فوسفات، معنى كده انت زودت مجموعه الفوسفات، يبقى معنى كده بالظبط انا بس مليكولر ويت زادت. يبقى اعتقد الحته دي هرسناها قتلا ان شاء الله باذن الله. الهيدروليز زي الايز بريكنج باي يوزنج الووتر، اللي هي هيدروليتك عن طريق مثلا تكسر مجموعه سي او او سي ان او او بي او سي اس اي، الحاجات دي زي الدجشن انزيم، زي الاميليز، زي البروكتيليز، اللايبيز اند سو اون. دي كل الاكزامبل عندي. اللايز هي بريكنج دايم سي سي السي اس وزاوت ووتر، اهم كلمه عندي وزاوت ووتر. زي مين؟ حاجه اسمها الالدوليز. الالدوليز ده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك ممكن تعمل جين او ادنج ووترز وهكذا، بتعمل لك تقصير زي الديكربوكسيليشن، زي الديكربوكسيليشن تنزع سي او او 2. جميل جدا. سي او 2 اللهم صل عليك وسلم، ده بالنسبه لي اللايز. الايزوموريز عندي حاجه بيحصل انتر كونفيرجن. يعني ايه انتر كونفيرجنز؟ يعني مثلا عندك 6، عندك جلوكوز 6 مثلا، جلوكوز 6 بدل ما هو جلوكوز 6 تخليه مثلا جلوكوز 1، فانت نقلت جلوكوز 6 فوسفات، سوري ممكن تخليه 1 فوسفات جلوكوز وهكذا. يعني انا نقلت مجموعه الفوسفات في نفس الموليكيول، فهل الموليكيولر ويت بقى هنا اتغيرت ولا ثابته؟ لا ثابته كونستنت. ليه؟ لان انت بتنقل من مكان لمكان. يعني مثلا لو هي مثلا الفوسفات واقفه في الحته دي، لا خليتهاش في واقفه في البوزيشن دي، خليتها تيجي تقف في الاول كده. ونفس الكلام عندك مثلا جلوكوز حولته لفراكتوز، الجلوكوز ده عباره عن حاجه الدهايد والفراكتوز عباره عن حاجه كيتونز، فانت نفس الفانكشن جروب، نفس مش نفس الفانكشن جروب سوري، نفس الموليكولر ويت، نفس الموليكولر اتوم ولكن باختلاف الفانكشن جروب، يبقى هي هيها بالظبط. يبقى دي ايزومرز. ايزومرز يعني بيحصل انتر كونفيرجن، انتر كونفيرجن وذاون سم سيم مليكيول، يبقى ري انجمنت وزين سيم مليكيولز. عن زي المالتيز او الابي مالتيز او الابي ميستيز او اللهم صل عليك النبي عليه افضل الصلاه واسكى السلام، او الميتيز او الابي ميريز، كل الحاجات دي عباره عن او الايزوموريز. الايزوموريز انت هتعمل الصوره بتاعته بالظبط ماشي، نفس المولكيولر ويت، نفس المولكيولر ويت ولكن باختلاف الشيب. طب الابي ميريز ده شبه الميرور، يعني شبه الميرور، فاكرين في الاورجانيك نقول لك الاستراكشر هنا بيتعكس زي ايدك بالظبط، تحط ايدك اليمين على ايدك الشمال، دي ابي ميريز. جميل، ده الميرور. الميتيز ده بقى بتغير في المكان بتاعي. اخر حاجه عندي اللي هو اللايجيز، ده بتعمل فورميشنز اوف السنسز، يعني بتكون حاجه جديده. طب اللايجيز ديت اهم حاجه عندي تعرفها انها محتاجه اي تي بي، مهمه جدا جدا عشان تتكون تعمل كونكشن او تعمل فورميشن للبوند جديده لازم اي تي بي. طب الاي تي بي هنا ده بيستخدم السورس اوف ايه؟ سورس اوف انرجي، سورس اوف انرجي. طب واحد يقول التاني ان احنا استخدمنا الاي تي بي ده في حته بس انا نسيت في ايه؟ هقول لك افتكر، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، في الترانسفريز. الترانسفريز كنا بنستخدم فيها الاي تي بي، كان بيتحول لاي تي بي. طب هنا استخدمنا الاي تي بي السورس اوف ايه؟ السورس اوف فوسفيت. يبقى في الترانسفريز الاي تي بي السورس اوف فوسفيت، الاي تي بي في اللايجيز السورس اوف انرجي. يبقى هنا الاي تي بي السورس اوف انرجي، هنا الترانسفريز السورس اوف فوسفيت. جميل جدا. يبقى اي حاجه اي كلمه تسمع فيها كاربوكسيليز، كاربوكسيليز يبقى معنى كده ان انت هنا بالصوت انا بلف ده بيكون فيه اي تي بي، بتكون محتاج الاي تي بي عشان في عمليه اللايجيز بتحتاج اي تي بي، وبتحتاج حاجه اسمها بيوتين. بيوتين ده اللي هو بالصوت انا بسمع عباره عن كو انزيم، بيوتين ده عباره عن كو انزيم دي تي طبعا ماشي، كو انزيم بتحتاج مغنيسيوم اس كو فاكتور. يبقى البيوتين اس كو انزيم، يبقى انت في عمليه اللايجيز محتاج كو انزيم، محتاج كو فاكتور، محتاج ايه؟ محتاج بالصوت انا بسمع اي تي بي، محتاج ثلاث حاجات. يبقى هنا في اللايجيز محتاج اي تي بي، محتاج ايه؟ كو انزيم، كو فاكتور. مين الكو فاكتور؟ حاجه فيها ميتال زي المنجنيز ام ان. مين الكو انزيم؟ زي البيوتين ده عباره عن كو انزيم. وطبعا البيوتين ده بيبقى كون انزيم لازم يكون ماشي معاه حاجه بروستاتيك جروب زي اللي هو سي او 2. ودي بالصراحه انا بلف سام كده خلصنا التايب او السكس كاتيجوري بتاعه مين؟ بتاعه الانزيم، الاوكسيديز، الترانسفريز، الهيدروليز، اللايز، الايزوموريز. اكزامبل الاخير حابه اقول على لايجيز، زي مثلا البوفريت، البوفريت جروب بتحولها لاوكسي اوكسي اسيتون، دي عن طريق انت تحط حاجه اسمها كاربوكسيليز رياكشنز وهكذا. خلاص دي عباره عن اكزامبل على اللايجيز. جميل جدا. طيب بالصوت انا بقى اخر حاجه بقى حابه اتكلم عليها في الليكتشر ديت عشان ما اطولش عليكم وهتزهقكم مني، الدايجرام بتاع الانزيم.
ايه هو عباره عن انزيم؟ دلوقتي بالصوت انا بقول لك، انت عندك دلوقتي انرجي هنا جميل، وعندك رياكشن اوف كوردينيشن. يعني ايه رياكشن اوف كوردينيشن؟ يعني انت عندك الريدكتنت بتحط عليها الانزيم يديك برودكت وبيحصل تفاعل. طيب تخيل كده انا ما حطيتش انزيم، جميل، ما حطيتش انزيم مزود انزيم، ايه اللي بيحصل؟ بياخد تايم كتير جدا، بياخد انرجي عاليه جدا، بياخد وقت كبير جدا، فتلاقي الكيرف طلع عالي جدا. الكيرف ده اصلا بنسميه ايه؟ اسمه ترانزيشنز انزيم او ترانزيشن كيرف، او ممكن نسميه اكتيفيشن انرجي وزاوت انزيم. يبقى اكتيفيشن انرجي وزاوت انزيم ممكن تكون ترانزيشن او اكتيفيشن انرجي وزاوت انزيم تبقى كبيره. الاكتيفيشن كبيره يعني ايه؟ يعني دلوقتي الريدكتنت خد انرجي كبيره قوي عشان يحصل له ايه؟ اكتيفيشن ويديني البرودكت. جميل. طيب دلوقتي بس انا بنفس انا حطيت انزيم، شايف الاكتيفيشن انرجي خد انرجي قليله، معنى كده ان الانزيم ده شبه ماما بتوفر لك فلوس، بدل ما انت عمال تصرف وعمال على بطال وتطلع فلوس هنا وبعزق فلوس هنا وتشتري حاجات ملهاش اي لازمه، لا ماما تحجم لك فلوسك، تدي بس الفلوس لماما كده وانت خير ان شاء الله. المهم اللي هي هتحجم لك فلوسك، هتديك على قد الحاجه اللي انت محتاجها، اللي تحس ان هي نسيسري قوي اللي انت محتاجها وتجيبها. جميل. هي بالظبط زي الانزيم، الانزيم موفر لك الاكتيفيشن انرجي بتاعتك. طيب جميل. يبقى دلوقتي بالصوت انا بنفس الانزيم اهي بوزاوت دي كده بوزاوت انزيم سوري جي وبيلز انزيم. طب يبقى مين الافضل؟ الاكتيفيشن انرجي لما تكون قليله، يبقى انت بتوفر انرجي، يبقى بتوفر طاقه، يبقى دي الافضل عندي اللي هي ويز انرجي. جميل جدا. ويز انزيم. طيب اللهم صل عليك يا نبره صايب. دي كده اكتيفيشن انرجي ويز انزيم، دي وزاوت انزيم. ايه بقى الحته دي؟ الحته دي اوفرول انرجي كونسيوم، دي دلتا اتش. فاكرين الدلتا اتش بتبقى عباره عن الانرجي بتاعت الريدكتنت ماينس البرودكت، او البرودكت ماينس الريدكتنت. لو اقول لك دي عباره عن الاكسوثيرميك او اندوثيرميك اند سو اون، يبقى دي الاوفرول رياكشن ديورنج الايه؟ الرياكشن. يعني دي الانرجي ريليزد ديورنج رياكشن، يعني دي الطاقه اللي طلعت اثناء التفاعل. خلاص دي الطاقه اللي طلعت اللي هي دلتا اتش. طيب عندي اللي هي اسمها دلتا جي، كمان بنقول عليها دلتا جي. طب هل الدلتا جي او الدلتا اتش او الحاجات دي هل اتغيرت سواء بالانزيم او من غير الانزيم؟ هتلاقيها ثابته. ليه؟ لان هي عباره عن الفرق الطاقه ما بين البرودكت والرياكتنت، الاثنين مع بعض، ده مع ده، ماشي. يعني الحته دي كده، هل الحته دي اتغيرت بالانزيم ولا وزاوت انزيم؟ نشوف بالانزيم اهي، جت لحد هنا عندي وزاوت انزيم اهي، معنى كده ان هي بالصوت انا بلد السلام ثابته ما اتغيرتش، يبقى ما تتاثرش بالانزيم ولا وزاوت انزيم. يبقى الانزيم ما بيأثرش عندك في الاوفرول انرجي ديورنج ريزنج انرجي او الدلتا جي او الدلتا اتش. يبقى جميل جدا جدا جدا. دي الحته اللي انا كنت حابه بس اقولها في نهايه الليكتشر. ان شاء الله يكون الدايجرام ده برضه نشرحه قدام باذن الرحمن تاني، وازاي الانزيم بيشتغل، ونقول على البروبس اكتر وهكذا. وكده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمع بعدها ابدا. محاضرة النهاردة خلصت، الحمد لله والشكر لك يا الله. اتمنى اكون فدتكم لو بجزء بسيط جدا جدا جدا. اللي محتاج حاجة اكتبها لنا تحت في الكومنت. ما تنسناش من صالح دعواتكم، وربنا معانا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.